أكدت سعادة السيدة فاطمة بن جعفر الصيرفي وزيرة السياحة على ما تشهده العلاقات بين مملكة البحرين وجمهورية المالديف الصديقة من تقدم مستمر على مختلف الأصعدة، والحرص الدائم على مواصلة البناء على علاقاتهما لا سيما في قطاع السياحة. جاء ذلك خلال لقاء سعادة وزيرة السياحة بالدكتور عبد الله معصوم وزير السياحة بجمهورية المالديف على هامش قمة المجلس العالمي للسياحة والسفر المنعقدة في الرياض، حيث بحثت سعادتها تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في المجال السياحي. وقالت سعادة وزيرة السياحة أن هذه الجهود تصب في مصلحة القطاع السياحي لدى البلدين الصديقين، وتمنح السياح مزيدا من التنوع والثراء في رحلتهم السياحية وزيارة عدد أكبر من الأماكن والمقاصد السياحية والقيام بمجموعات مختلفة من الأنشطة في كلا البلدين.